احكي لي هلا كيف بلفت للمخلوقة؟ اوهو علينا سيرة طويلة اخي. احكي لنا اياها. راح احكي لك. انا وضباع ما منخبي شيء على بعض، هو بيحكي لي كل شيء وانا بحكي له كل شيء. ليوم طلبنا حكمة الله يرحمه وقال انه مشان نشتغل معه، واشتغلنا له شغل على كيف كيفه، رجعنا له كل قروشه. وهون فات فوتو ضباع وبلش يهف بهالدار، شي اساور شي حلق شي طواق، شو ما طلع بايده يهبوش هباش. قام قرفته. ايوه وهي قالت لك انه قرفته؟ هي قالت لي. هي قرفته من هون وانت يا عين اخوك فت فوتك من هون. هلا بيني وبينها بالبدايه خفت، بس الملسني بلفتني مره مارق من تحت الشباك طلعت فيني تطليعه فوق الشوارع، ومره ماري من قدام بيته وفتحت الباب طلعت بوشي شو الهديه هاي؟ يا لطيف. قلت خليني اقول له لضباع، بعدين قلت لحالي خليني اروح شوف شو بدك، ورحت. وبلشت القصه ما؟ اي سيدي بلشت. يخرب بيتك شو عم تعمل انت هون؟ ولا حرفوا ليه؟ مين وانت؟ شو جاي تعمل عندي ولا؟ لكولي يا جيران لكولي وليه؟ وين ولي لشوف؟ مين بينخلق علينا؟ بلكي بيجي جوزك بيشوفنا انا وياكي. برايك مين بده يتباه؟ انا؟ ولا انت وهلال؟ ضباع؟ عرفتي له ضباع؟ بتعرفي ما يترحك ما؟ شو صاير بينك وبينه لضباع؟ على فكرة ضباع صاحبي حكالي كل شيء كل شيء كل شيء. لك انتو الاثنين ولادين حرام، انتو الاثنين كذابين، جاي عم تتبلاني بنص بيتي والدحبات والقروش والدحبات اللي كنت تسرقيهم من حكمة وتعطيهم لضباع، بعدين وليه جدي هذا عم يضحك عليك. أنا من كتر ما حكالي عنك هدية أقسم بالله حبيتك. هدية أنتي أنتي حلوة كتير، أنتي شغالة فوق الشوارع، بعدين أنا من تمساكي ما أجيب سيرة، حبك أنا كتير. طيب اهدى شوي رح يصير مثل ما بدك. أنا هديان أنا.